مستوى الوسائط المدرسه احنا كان ناخذه من الاول جانفي بالتونيكا، خاصه عندنا ما يقارب قريب ل 800 حاله على مستوى تلامذة المستويات الكل، سواء معناتها ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي، تضم حسب التقدير تقديرات هي وكلها، لكن ثم نجم يكون المعدل اكثر بمعدل انه ثم الناس لقحت ثقه مثلا، ثم الناس حلت في البريفي والمالغري احنا البريفي توك احنا قاعدين اوني تو تران دو سورسي قاعد في المجموع العام، ولا ثم تلقاه المرض معناتها قعد خمس ايام ومعناتها ورجع ما حللش، اما احنا حسب اللي التقصي بتاعنا الى حد معناتها هذا اليوم ما يقارب وصلنا 800 حاله من اول جانفي توا فيما يخص في الوسط المدرسي فيما يخص التلامذه. بالنسبه للاطار التربوي ما فماش حاجه كبيره، بالنسبه للاطار التربوي خاطر الاطار التربوي وقيع ملقح اغلبيتهم ملقحين، حتى كان جاتوا اعراض راهي خفيفه ما تقلقوش معناتها، حتى هو ما بتعرف الانسان الملقح الاشكاليه معناتها نتاع الوضعيه الوبائيه الحاليه مع الاوميكرون، انه شكون تمسوا بالاوميكرون اكثر هم الصغار الصغيرات ما همش ملاقحين، والصغير هذاك يعدي الكبير. بون كي يعدي الكبير كي نلقاو مثلا لي بارون مثلا الكبار ملاقحين، حتى كي يعدي يجي مرفوع ما يفيقش به، تعدى خفيفه بالكل، هذاك علاش على المستوى معناتها حتى في مخص معناتها الناس الكبار معناتها تنجم تقول اكثر من 18 سنه فما اكثر اللي هم محمين اساسا بالتلقيح، شوف ما ثماش اشكاليات صحيه معناتها بالنسبه للشريحه العمريه هذه الكبيره، حتى الفات 75 و80 سنه ما عندناش اشكاليه، اشكاليه تشوف على مستوى الاقامه المستشفيات الوفيات ما عندناش اشكاليه فيما يخص العدوى، على خاطر انسان اغلبيتهم ملقحين وحتى كان جي اعراض جي خفيفه.